السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، مرحبا بكم في القناة الموندو دي كريمة غلوتين فري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بانكيك كيجي رائع ولذيذ، وغادي يكون تزيين بالنوتيلا وبالموز. خليكم معايا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير من الاول حتى الاخير. غادي نحتاجو باش نحضرو هاد لي بانكيك، عندنا جوج بيضات، عندنا كاس الحليب، عندنا خمارة. غادي نبداو اول شيء، غادي نضيفو البيض، غادي نطربوه مزيان، غادي نضيفو عليه معلقة كبيرة ديال السكر، تيبقى السكر على حسب الذوق، انا بصراحة ما تنكترش السكر. غندير كاس ديال الحليب ديال العنبة، جوج معالق كبار ديال زيت نباتية، وكنستمر في التطراب بالطراب اليدوي. كنضيفو القشور ديال البرتقال، يمكن لكم تعملو فاني، يمكن لكم تعملو بشر ليمون حامض اللي عندكم في المنزل. كنبداو نضيفو هنا في الدقيق خالي من الجلوتين. انا عندي هنايا ساشي فيها دقيق خالي من الجلوتين، دقيق الارز، وما بين نشا الذرة. هنا غدا نضيف معلقه صغيره ديال بيكن باودر، هذه الكميه اللي دائما كنضيف بالنسبه لجوج معلق جوج بيضات. الا ضفتو درتو يعني ربعه البيضات ولا خمسه البيضات، غادي تضاعفوا الكميه ديال بيكن باودر باش يجيكم لي بانكيك يجوكم مفشفشين ويجيكم خاوين وزوينين ويجيكم يعني طيبين من الداخل مزيانين. هنا كنخلطو غير بالمعلقه العاديه، كندير واحد النقطه ديال الزيت في المقله اي في الاول، وفي من بعد كما كتبقاو تضيفوا لا زيت لا والو. صافي عندكم هنا المقله غير لاصقه، كتبداو طيبوا في لي بانكيك ديالكم. الصراحه الجو طيبين مزيان، والصراحه راه كيجيو ولدادين، وخصوصا البنوطيلا كيحمقوا عليهم الوليدات الصغار الا كانوا عندكم وليدات سيلياكيين. انا الصراحه واخا انا سيلياكيه كنحضر مثلا هاد لي بانكيك مثلا يوم الجمعه يوم السبت، يكونوا الوليدات باركين من القرايه عطله وتياكلوا معايا. الصراحه كيف ما زينتهم اليوم، ولكن الوليدات ما شاء الله عليهم كيحمقوا على النوتيلا. هنا غادي نستمر في الطهي ديال لي بانكيك ديالي. كيف ما كتشوفوا جاوا من فوقين وزوينين. انا حاولت انني نسرع لكم لا فيديو باش ما نطولش عليكم، والمغزى من هاد لا فيديو هو انكم تعرفوا الطريقه يعني الصحيحه في التحضير ديال لي بانكيك الخالي من الجلوتين. صراحه طريقه سهله وعمليه، وكيوجدوا يعني في دقائق معدوده. ومن هذا المنبر تنقول لكم بصحتكم فطوركم وبصحتكم شهواتكم، وما تنسوش انكم تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، واللايك والبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. وان شاء الله نتلقاو في فيديو اخر ووصفة اخرى من الوصفات الخالية من الجلوتين. وكيف ما كتشوفوا هنا التزيين النهائي بالموز بحبيبات ديال الشوكولا الملونة والشوكولا السوداء، ونقول لكم بسلام عليكم.